قبل أي كلمة. روح مبارك الحساوي معنا. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة. لم تكن الظروف الاقتصادية وحدها تدفع المستثمرين بعيدا عن إمارة الشارقة، فهناك القرار البريطاني بالانسحاب من منطقة الخليج والتهديد الإيراني باحتلال الجزر، كل ذلك جعل الشارقة في حالة من الاضطراب، فأي استثمار في تلك الفترة يعتبر مغامرة خطيرة. كانت الأولويات لدي تقوية الاتحاد وبناء مؤسساته ليكون ضمانا للاستقرار. أما ما يخص إمارة الشارقة فكانت الأولويات سن القوانين والتشريعات وإنشاء الدوائر الحكومية والمؤسسات والاهتمام بالصناعات الخفيفة. أما التجار فكانت لهم حريتهم وخياراتهم وأولوياتهم الخاصة. إن نهضة الشارقة لا تقاس بنهضة بلدان الخليج التي سبقتنا في جميع المجالات، وكنا نعمل ليل نهار للحاق بها، وقد أنعم الله عليها بالنفط. كان المرحوم السيد مبارك عبد العزيز الحساوي من أكثر رجالات الخليج حبا للشارقة، وقد ترجم ذلك الحب بأن خصها بأكبر قدر من استثماراته، إن لم أقل جميعها، فقد أسس فيها 3 فنادق كلفت مئات الملايين من الدراهم، وأقام الصناعات من أبرزها مصنع التبريد، وساهم في تأسيس بنك الشارقة المحدود الذي أقيم بالتعاون بين حكومة الشارقة وبنك باريبا الفرنسي. كان المرحوم مبارك الحساوي يقدرنا كثيرا، فما من بلد التقيناه فيه إلا سارع إلى إقامة الولائم وأحضر معارفه ليعرفهم إلي، ولسانه يلهج بكلمات الود والمحبة. كان المرحوم السيد مبارك الحساوي هادئ الطبع، يستمع أكثر مما يتحدث، لا يقاطع محدثه، له ابتسامة مخفية تظهر على محياه، ظننت أن هما قد أخفاها مسارعا لفعل الخير. دخل علي المرحوم السيد مبارك الحساوي ذات مرة ومعه السيد جمال العالمي سكرتيره، وبعد إلقاء التحية قال: قبل أن ندخل عليك كنت أتحدث لجمال العالمي وأقول له إنني في كل مرة أزور فيها الشيخ سلطان يكون على لساني 3 أسئلة، إلا أن انشغالي في الحديث ينسيني ذلك، لكن اليوم سأبدأ بالأسئلة مباشرة. قلت: لكن السيد جمال العالمي إنسان كثير النسيان، فقد سألته مرارا عن 3 مواضيع ولم يجبني عنها. قال مبارك الحساوي: وما هي؟ أخذت أسرد عليه تلك المواضيع حتى انتهت مدة المقابلة، وخرج السيد مبارك وأسئلته التي جاء من أجلها لا تزال في مخيلته. إن روح المرحوم السيد مبارك الحساوي لا تزال معنا، خصوصا عند إطلالة المباني التي أقامها في الشارقة من فنادق وعمارات ومصانع، كما يذكر به بروز اسمه في مساهماته في كثير من المؤسسات، رحمه الله رحمة واسعة.